السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، أيضا تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلومات هامة لنشر الفيديوهات على اليوتيوب. والنهاردة معانا فيديو مهم جدا 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 لكل مرضى الناس المرضى اللي في مصر، ربنا يعفي عن كل المرضى عن كل مريض يا رب العالمين. قبل بس ما نبتدي الفيديو، أي حد يظهر لحضرة يظهر له إعلان مخالف للشريعة الإسلامية برجاء إن هو يغلقه. طبعا بطلب من حضراتكم ان الفيديو ده تشيروه على اوسع نطاق، لان ده هيفيد مرضى كتير جدا، هيفيد ناس كتير جدا. ليها يعني ليها ميزانية للأدوية كل شهر، فده هيوفر ان شاء الله عليها كتير، فربنا يجعله في ميزاننا ان شاء الله جميعا. النهارده عندنا في صفحه مفيده جدا على الفيسبوك اسمها دواء، صفحه الدواء اسمها كده على الفيسبوك. اعملوا لها طبعا لايك، لان هي فعلا حلوه جدا ومفيده، وفيها معلومات حلوه قوي عن معلومات طبيه، وكمان معلومات هتفيدكم عن بدائل الادويه. شايفين معلومه زي دي مثلا، هما بيقدموا لنا ان في دواء، ان الدواء ده النوع الاول منه نفس الدواء نفس الماده الفعاله، دواء مثيل للدواء التاني. هنا الدواء ده ب21 جنيه وربع، والتاني هنا ب11 جنيه ونص، نفس التركيب بالظبط ونفس المادة الفعالة. طيب احنا محتاجين نعرف المعلومات دي، بما اننا في ظل طبعا التعديلات الاخيرة اللي حصلت لسعر الدواء، فاحنا محتاجين نعرف ارخص حاجة للأدوية دهيت، للأدوية اللي احنا متعودين ان احنا ناخدها او الدكاترة بيكتبوها لنا باستمرار، ان احنا ارخص دواء ممكن ان احنا نشتريه. فالصفحة مشكورة منزلة عاملة برنامج تقدر تنزله على الموبايل بتاع حضرتك او على التابلت بتاع حضرتك، تقدر من خلاله ان انت تدخل اسم الدواء تعرف البدائل بتاعته كلها وارخص بديل تقدر تحصل عليه. تعالوا نشوف ازاي بيحصل كده. في صفحة الدواء دي سايبة موقع على الانترنت، هسيب لحضراتكم بقى الرابط بتاع الموقع ده لانه مهم جدا وهنحتاجه واحنا بنشرح ازاي ننزل التطبيق وازاي نستخدمه. الصفحة اسمها دواء بيج او صفحة الدواء، برضو هسيب لحضراتكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف اسفل شاشة الفيديو علشان تقدروا توصلوا للصفحة وتحملوا التطبيق المطلوب. طبعا هي فيها مجموعة كبيرة جدا من الكتب او القواميس والمعلومات المهمة اللي احنا محتاجينها كلنا، لكن احنا النهاردة يعنينا التطبيق ده، هو المكتوب عليه تحميل تطبيق معرفة أسعار بدائل الأدوية ومسائلها للموبايل. هندوس عليه، هنستنى يحمل. ده هيخلي حضرتك تدخل اسم الدواء اللي انت بتاخده مثلا، وليكن بنادول، هنكتب اسم الدواء بس هنكتبه بالانجليزي، وهنراعي تركيز الدواء. لو انا باخد مثلا بنادول 500، اخد بالي ان انا عايز بنادول 500 فاركز فيه، لان انا عايز والله انا مثلا باخد مثلا مضاد حيوي كيورام مثلا 300 يعني 1000 مثلا ملي جرام او 1 جرام، يبقى اخد بالي ان انا ادخل اسم الدواء وادخل التركيز بتاعه، او هو انا مجرد ما هدخل اسم الدواء بالانجليزي هو هيطلع لي كل التركيزات الموجوده عن الدواء. طيب نعمل كده ريفرش عشان النت بسيط. حملت اهي معايا الصفحة، باجي انا هنا على الجزء الموجود بالازرق ده اللي مكتوب عليه داونلود ذيس ابليكيشن وبدوس عليه. هنا عشان اكمل عملية التنزيل بختار كلمة درايف، لو حد مش منزل الدرايف الجوجل عنده على بختار الدرايف كده اهو. طب لو انا لو الاختيارات اللي فوق دي مش هتنجح التنزيل البرنامج، لو انا عندي الدرايف ده مش موجود هعمل ايه؟ قبل ما نبتدي مع بعض، ما نبتدي كده الخطوات اللي احنا بنعملها دي كلها، هندخل على المتجر الجوجل او بلاي ستور بتاع الجوجل وهننزل من عليه الجوجل درايف، هتلاقوه موجود على الستور او على المتجر، هتنزلوه بعدين تبتدوا تعملوا الخطوات اللي انا بعملها دي دلوقتي. هنقول درايف وهنقول جاست وان او مرة واحدة، هيبتدي هو يعمل عملية التنزيل. هقول له عم اعمل ايه، هقول له اعمل انستول وهيبتدي هو ينزل التطبيق. التطبيق هايل جدا يا جماعه، نقدر ندخل عليه اسم الدواء اللي احنا بناخده
ونركز بس ان احنا نبقى ندور على الدواء بتاعنا بتركيزه، هنقدر نعرف كل البدائل اللي موجودة وده بأسعارها، نختار أرخص نوع ونشتريه. هنقول اوبن او افتح، نزل البرنامج اهو بمنتهى السهولة. طبعا هو في تطبيقات تانية على الانترنت، ولكن اخترت لحضراتكم الحقيقة التطبيق الفعال يعني. طيب هنا فوق مكتوب هير، لو انتوا شايفين معايا هنا مكتوب سيرش هير او ابحث هنا. هقول ايه، هكتب اسم الدواء بقى بتاعي بالانجليزي، عايزه دواء بنادول مثلا، وهعمل ايه، هدوس العدسه المكبره او سيرش. هو طلع لي كل البنادول اللي عنده، بنادول 500 وبنادول كولد وبنادول اكسترا وبنادول نايت وكل البنادولات اللي عنده. طيب انا هدخل على النوع اللي انا متعوده اشتريه مثلا وليكن، او النوع هندوس على السهم ده كده، اداني المعلومات طبعا عنده. هو الاسعار هنا اقدم شويه من الاسعار الحاليه، الاسعار غليت عن كده. ومديني تحتي بقى كلمه البنادول، مديني الادويه المماثله. هو هنا بيقول ان البنادول ب 18 جنيه، هو البنادول اعتقد ان هو دلوقتي ب 24 جنيه. طب تعالوا نشوف كده الادويه المماثله اسعارها ايه، تعالوا كده نشوف اول بديل هو مديهولي. اول بديل هو مديهوله اسمه ابيمول، برضو 500 نفس التركيبة يا جماعة ب 6 جنيه. متخيلين يا جماعة من 18 جنيه على السعر اللي هو كاتبه، من 18 جنيه ل 6 جنيه يعني البنادول تمنه 3 أضعاف الدواء ده. طيب يا ترى في فرق بين البنادول والدواء ده؟ لا مفيش أي فرق، هو نفس التركيب بالظبط ونفس المادة الفعالة ونفس التركيز كمان، يعني ده مش أقل تركيز، ده 500 وده 500، ومع ذلك ده تمنه أقل التلت، تمنه أقل التلت. متخيلين يا جماعة ده ممكن يوفر معانا قد إيه الأبليكيشن ده أو البرنامج ده؟ تمام، حتى لو هو البنادول دلوقتي بقى ب 24 جنيه مثلا وده غلى بقى ب 10 جنيه، برضه هو هيغلى، هيفضل هو الأرخص، هيفضل هو ده التطبيق الأرخص، أو هيفضل هو ده الدواء الأرخص، وهكذا بقى. نقدر ندخل ندخل أي دواء إحنا عاوزينه، احنا بنجيبه بيتكتب لنا باستمرار في روشتة، او احنا خدنا روشتة وقبل ما نصرفها نبتدي ان احنا ندخل اسماء الادوية اللي الدكاترة كاتبينها. مثلا في دواء تاني برضو انا اولادي مثلا بياخدوه اسمه كيورام، كيورام ده مضاد حيوي. هنا ده هنا بيديني بقى، وده الملاحظة المهمة اللي انا بقولها لحضراتكم، ان الكيورام ناخد بالنا ان كل دواء بيبقى ليه تركيزات مختلفة. الكيورام ده في منه 1000، في منه 156 و25 من 100، في منه 312 و5.5، في منه 475، في منه 625، هو ده كله ده كيورام ولكن تركيزات مختلفة. فانت تاخد بالك الدكتور كاتب لك انهي تركيز. انا اولادي بياخدوا التركيز ده اللي هو 312.5، فهدوس عليه. هو بيقول لي ان هو سعره 25.2. تعالوا نشوف الادويه المماثله بكام. في حاجه اسمها اوجمانتين نفس التركيب ولكن اغلى ب 33.6. تعالوا نشوف بقيه الادويه. طيب في دواء تاني هنا بكام، ب 21.6، ده ارخص. بصوا يا جماعه ده ارخص من الكيورام وارخص من الاوجمانتين، بكام، ب 21.6. تعالوا نشوف النوع اللي تحت خالص، البديل اللي تحت خالص، ايوه البديل اللي تحت خالص ده، عايزين نوصل نشوفه بكام يمكن ارخص. بصوا يا جماعه بقى البديل الرابع بكام، ب 18 جنيه، نفس الدواء هو هو بنفس التركيب بنفس التركيز 312 مللي جرام، وبكام بقى، ب 18 جنيه من 25. طيب حتى لو الكيورام غلي دلوقتي مثلا بقى ب 30 فرضا، طب ابو 18 ده هيبقى ب 22، ب 23، برضو انا لسه موفره 7 جنيه او 8 جنيه على الاقل لفرق سعر بين الدوائين. هتفضل الفرق، هيفضل الفرق في السعر موجود حتى مع غلى، لو الادويه غليت عن كده. فاحنا نختار البديل الارخص، ويبقى احنا كده ما قصرناش في حق نفسنا وجبنا الدواء بتاعنا، ولكن جبنا ارخص نوع، جبنا وسيبنا بقى من العلامه التجاريه، احنا جبنا نفس التركيب بارخص سعر، نفس التركيب اللي الدكتور كاتبه بارخص سعر، لان معظم الدكاتره الا من رحم الله بيكتب الدواء اللي مندوب شركه الادويه بيمر عليه بيديهوله، واخد فاهمني. طبعا البديل ده معظم الدكاتره الا من رحم الله بيكتب بتبقى البدائل غاليه وما بيبقاش ارخص بديل. طبعا في دكاتره افاضل بيكتبوا ارخص بديل مراعاه طبعا لحاله الناس بعد غلاء الادويه، ولكن دول قله. فعشان كده الابليكيشن ده او البرنامج ده هيفيدنا كلنا باذن الله. انا بطلب من حضراتكم ان انتوا تاخدوا الفيديو ده وتشيروه في كل حته، علشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. في ناس بتصرف يا جماعه في الشهر 500 جنيه،
في ناس على الدواء في الشهر، في ناس بتصرف 1000 جنيه، في ناس بتصرف اكتر من كده. الناس اللي عندها امراض مزمنه ما تقدرش تستغنى، يمكن ممكن ياكل اي حاجه يشرب اي حاجه ولكن الدواء هو لازم ياخده. فاحنا نشير الفيديو ده على اوسع نطاق، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزاننا جميعا. لو حد عنده اي سؤال عن تنزيل البرنامج يسال على اي السؤال بتاعه في التعليقات اسفل شاشه الفيديو، وانا هسيب لحضراتكم رابط الصفحه اللي تقدروا من خلالها تنزلوا البرنامج ان شاء الله. ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لنا لايك للحلقه وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.